كلنا نعلم دور وزارة الثقافة في رعاية الثقافة والإبداع ورفع سوية الفعل الثقافي الأردني من خلال برامج والمشاريع المختلفة في صنوف الثقافة والفنون، فالثقافة تراث فكري لأمة وشعب يعكس واقع المجتمع وخصوصيته. ولهذا وبهذا الحفل مسؤولين ومثقفين في وطن أعطى الثقافة والمثقفين الرعاية والدعم ليسطروا ثقافة شعب عاشق وطنه وعاش في أحضانه، فهم شاهد عصر على كل انتصاراته وأحلامه التي تتحقق كل يوم، ليبقى الأردن على الدوام قوياً صلباً منيعاً ويكون في الطليعة دائماً إن شاء الله. سيما أن المواطن في الأردن هو جوهر الثروات جميعاً، والأدباء والفنانون والمفكرون هم حراس التاريخ وصناع المعرفة وربابنة الثقافة والشهود الأوفياء على مضي المراحل. كشفت النظرة الإحصائية العاجلة عن أن مبدعي أردنيين في جميع مجالات الإبداع والابتكار العلمي فازوا بما يزيد على 150 جائزة عربية. التكريم زي ما شفتي أختي رشا بناء على المنافسة النبيلة اللي حصلت بين المبدعين، عندنا برنامج أو مشروع ومضات ثقافية اللي عم نحتفي فيه بالأحياء، الله يطول بأعمارهم، ويبث على شاشة تلفزيون الأردن الحبيبة وعلى رؤية أيضا، وعم نحتفي بالراحلين الله يرحم أرواحهم، لأنه المبدع الراحل شديد الحضور والحي أيضا شديد الحضور، الله يا رب يحمي هالبلد ويديم الإبداع فيها. مسجل لوزارة الثقافة هذا التكريم، بعتقد أنه السنوات القادمة سيكون الاحتفال أكبر وبهؤلاء الناس اللي هم مبدعينا اللي هم مثقفيننا وفنانيننا وكتابنا وشعرائنا وإعلاميين، مفروض لكل الشرائح الآن يجب علينا أن نكرم كل مبدع على أرض هذا الوطن. لقمة تكريمي والحمد لله في هذه المناسبة، حيث تقدمت للجائزة ببحث في مجال استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه باستخدام التكنولوجيا النانو تكنولوجي، ويعد هذا البحث من بحث أصيل، ونحن الجميع نعرف شح الموارد المائية في الأردن وتوفر كميات كبيرة من الطاقة الشمسية، وبناء عليه تقدم بهذا البحث للمساهمة في إيجاد مصدر جديد للمياه باستخدام الطاقة الشمسية والنانو تكنولوجي. طبعا مهم جدا، لأنه بعتبره ليس فوزا لي بقدر ما هو فوز لإبداع هام جدا، هو غالبا ما يقبع في زوايا التهميش وهو أدب الطفل، لأنه أدب الطفل دائما ما أو غالبا ما يعامل معاملة النخب الثاني من الأدب فيما هو الأهم، لأنه يؤسس لثقافة أجيال قادمة. أنا فزت اليوم بجائزة وزارة الثقافة للإبداع لعام 2015 في حقل الثقافة القانونية والسياسية عن كتابي اللي هو دور المنظمات الدولية في ثورات الربيع العربي. حقيقة هاي الجائزة راح تكون بالنسبة لي يعني بداية مشواري الأكاديمي بإذن الله تعالى والعلمي، فأنا بشكر وزارة الثقافة والإبداع وزارة الثقافة على جوائزها للإبداع التي ستكون إن شاء الله بإذن الله تعالى بداية انطلاق لنا جميعا في تطوير أعمالنا مستقبلا، و يعني ليستفيد منها جميع الباحثين الأردنيين. احنا أولا نقول مبارك لكل من حصل على هذه الجائزة التي يعني لها معان كثيرة. أولا من معانيها رعاية وزارة الثقافة للمبدعين الأردنيين والعمل على التعريف بهم والتعريف بإبداعهم، ودائرة المكتبة الوطنية التي تعد هي ذاكرة الوطن هي معنية بالنتاج الثقافي الأردني والترويج لهذا النتاج الثقافي وكذلك التعريف به.